حبايب قلبي، ممكن تحطوا لي لايك وفعلوا زر السبسكرايب، وفضلا وليس امرا ممكن تفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار وتبقوا ضمن عائله يوميات اي اند ام مختلف. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا 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 من اخر فيديو نزل لكم على القناه. جبت لكم البرنامج ده اوبر ايتس عشان في خصومات، في كود خصم بتدخليه عند طلبك ب 40 ب 50 ريال هتاخدي خصم 40 ريال، ولو بعتي الكود لاي حد وحد استخدمه بيدخل لك في المحفظه 30 ريال. البرنامج سهل جدا، بتحمليه بتدخلي رقم تليفونك وبتدخلي الايميل والرقم السري، بعد كده بيجيلك المطاعم اللي قريبة من المكان بتاعك، في اماكن بتوصل ب 12 ريال توصيل، وفي اماكن اعلى من كده على حسب بعد المكان وقربه. طبعا انا قلت افيدكم بالبرنامج ده، هو حلو جدا. مش عارفة قاعد اسبوع تقريبا كمان، البنات اللي بتقول جربته ما ظبطش معاهم الكود، لا، لو انت دخلتي الكود الخصم قبل ما تطلبي وقبل ما يتم الطلب اتاكدي ان تم خصم 40 ريال او 30 ريال من الفاتوره بتاعتك او الطلب بتاعك. انا جربت الطلب كام مره والحمد لله ظبط معايا، بعت الكود لكام واحده من اصحابي وقالوا لي ظبط. لما بتبعت الكود بتاعك لاي حد بيتم ليكي خصم 30، بيتضاف ليكي انت 30 ريال في المحفظة بتاعتك بعد ما بتطلبي، بعد كده بيتم الخصم. وبيجي لك بعد كده تتبع السائق والمكان بتاعه فين، وطلع من المطعم ولا لا، او المكان اللي انت وبقي له كام عشان يوصل. بس كده التطبيق حلو او الابليكيشن حلو جدا. ده كود الخصم انا سايبه لكم هنا، واي بنت تطلب تسيب كود الخصم في التعليقات عشان البنات تستفاد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار. هسيب لكم في اخر الفيديو الاماكن اللي بتوصل ببلاش زي ماكدونالدز، وهسيب لكم صور الفواتير اللي انا طلبت وتم والحمد لله. مني ومن قناتي بتمنى لكم يوم سعيد. باي باي.